السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. ده أكبر فانوس ممكن تشوفه، أعتقد يعني فانوس أكبر من حجمي أنا شخصيا، وفانوس أكبر من طول الإنسان العادي. فانوس كبير موجود في شارع اسكندرية، أنوار رمضان هلت، وطبعا زينة رمضان موجودة بطول الشارع، بس الفانوس ده شكله رائع ولا أروع. شارع الجلاء، جزء من شارع الجلاء، محلات متزينة علشان رمضان. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الشوارع كلها مزينة بزينة رمضان، طبعا منظر الشوارع رائع، كلها متزينة كده بزينة رمضان، والمحلات حاطين قدامها زينة رمضان. طبعا كل الشوارع وكل منطقة استعدت لاستقبال شهر رمضان، وطبعا احنا يدوب اهو في الايام الاولى من رمضان، والانوار كلها في كل المحلات يعني كثيرة جدا، وكلها بترحب بقدوم الشهر الكريم. انوار رمضان طبعا هل علينا، كل المحلات عاملة زينة وانوار اضافية. انا مش عارفة اذا كانت صواني الكنافة وقعدات الكنافة دي واضحة ولا لا، اهي دي الحاجات اللي بتعمل عليها الكنافة، اوكي، افران الكنافة، ودي الانوار طبعا اللي كلها انوار رمضان هل علينا. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب رمضان سعيد علينا ويتعدى علينا بالخير، اللهم بلغنا رمضان دائما يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فوانيس متعلقة كتير جميلة وفي كل حتة، فوانيس استعدادا لرمضان. انوار رمضان هلت علينا، طبعا ده زينة البيت بعد ما عملناه، دي اللمبة الجديدة اللي هي بتعمل الالوان دي كلها، اوكي. علشان بداية رمضان مخلية البيت منظر مبهج للغاية، يعني يا رب كل بيوتنا تبقى مبهجة وتبقى لذيذة كده. وكل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان سعيد علينا جميعا، بعود علينا الشهر الكريم. زينة رمضان في البيت، وفعلا فانوس والع اهو. رمضان سعيد علينا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ده فانوس قديم جدا من اللي فيه شمعة، وفيه على فكرة شمعة بس سخن قوي فانا مش قادرة امسكه، اهي في الشمعة واضحة جدا من جوه، اهي ده فانوس قديم من اللي فيه شمعة، وده كمان الفانوس اللي معايا ده برضو فانوس قديم قوي من اللي فيه شمعة اهو، اعتقد يعني النوع ده انقرض. ادي فانوس اللي فيه شمعة وفيه ازاز على فكرة، والفانوس التاني طبعا حضراتكم شفتوه. يا رب مبارك عليكم الشهر، كل رمضان وانتم طيبين، عساكم من عواد ان شاء الله، مبارك علينا الشهر. كل سنة وحضراتكم طيبين، لو عجبك الفيديو شير لايك ودوس على علامة اشتراك، وقابلكم في فيديوهات قادمة قريبا ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وامنه.